كلكم، رجعنا لكم تاني مع قناة كريزي منى اند كوكي. النهاردة هنعمل عيش بلحمة، هي كلنا طبعا عارفين وبنعملها، بس انا هعملها بتكاية جديدة. خليكم معايا عشان اقول لكم ايه هي التكاية. هنحتاج كيلو دقيق، ودي كوباية حطينا فيها معلقة سكر، معلقة ملح، وكوبايتين معلقتين خميرة فورية هنحطها جوه الدقيق. بصوا يا جماعة، انا غاسلة ايديا كويس جدا 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 جدا، فيعني ايه، انا ما بعرفش اشتغل بجلافزات. هنقلب دي معايا نص كوباية زيت، والتكاية اللي بقول لكم عليها هي 4 معالق زبادي. هتودي لكم العجينة في حتة تانية خالص خالص الزبادي. وبستخدم على طول معايا مية دافية عشان الخميرة، عشان انا قلت لكم ان انا مش هعرف استخدم دي كتير. المعلقة خليكم معايا ما تروحوش بعيد، هعجنها ولو احتجت ميه تاني هقول لكم. العجينه بعد ما خلصت، بصوا هي بتمط شويه، بيبقى فيها المطه، هنسيبها تهدى خالص لمده ربع. بصوا ما فيش حاجه لازقه، كلها بالمقادير اللي احنا قلناها. هنسيبها تخمر، هنغطيها ونحطها في حته دافيه لمده نص ساعه. وخليكم معايا عشان اوريكم بقيه الطريقه. هنحضر الحشو بتاع العيش بلحمة. انا بحط عليها، دي محتاجين كيلو الا ربع لحمة، انا حط عليها موتزاريلا تشيز، 3 بصلات، بقدونس، وعشان احنا بنحب الحامي ده 2 فلفل حراق، البهارات هتبقى معلقة جوزة الطيب، احنا بنحب جوز الطيب جدا جدا جدا، شوية فلفل اسمر، مش هقول لكم معلقة عشان لو قلت معلقة هبقى بضحك عليكم. بحط، بحب القرفة جدا بس ما بحطش منها كتير، وبحط معلقة توم باودر، ومعلقة 7 بهارات. وخليكم معايا هعجنها واوريكم بقى هنعملها ازاي. العجينة احنا قطعناها، بقطعها حتت صغيرة جدا مش كبيرة، بتبقى هي كده. وبصوا هنا اللحمة انا بكورها، ما بحطش 2 عيش فوق بعض. بصوا انا بعملها ازاي، بعملها كده وبلفها كويس، طبعا ببقى فرد الدقيق، وبنفرد العجينة. واللحمة عمرها ما بتطلع من بره. وهو ده بيبقى شكل الرغيف بتاعنا. هعمل معاكم واحدة كمان، وبعد كده هبقى اوريكم الشكل النهائي. شوية دقيق، ودي اللحمة احنا يا دوبك بنكورها. بس انا عايزاكم تجربوها بجد بالزبادي وبالطريقه دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا اللي ما عندوش الحاجات دي كلها ممكن يفردها بايده خالص، مفيش مشاكل. وما بندهنش اي حاجه زيت ولا اي حاجه، لان اللحمه هتنزل الزيت اللي فيها. وكده هنبتدي نحط كل حاجه في الفرن، وده الشكل، هوريكم الشكل النهائي بعد ما يطلع. خليكم بقى معايا. نهائي للعيش بلحمه، هوريكم كمان لما بيتقطع من جوه، والعجينه حلوه جدا. وجربوها الف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب والشير عشان يوصلكم كل جديد مع قناه كريزي منى اند كوكي.